لو احنا اجينا اطلعنا على تو الوكيشنز، عم نقارن تو الوكيشنز، اذا عملت واحدة من الالوكيشنز راح الاقي انه الباسنجر، خليني اخذ الباسنجر الاول والباسنجر الثاني والباسنجر الثالث والباسنجر الرابع والباسنجر الخامس اللي قصدته انا باللونجست. يعني لو جينا طلعنا هدول الباسنجرز، لو عملت الالوكيشن بحط هون الوكيشن الاولى واحد وفي الوكيشن ثانيه اثنين، وانت الان عم بتقارن التو الوكيشنز وبدك تختار بينهم مين الالوكيشن من هدول التنتين تختارها. وجدت انه الالوكيشن الاولى تعطيني اداء ممتاز للاربعه باسنجرز الاولانيين، فبيطلع الافرج ويتنج تايم تبعهم، هي هدول الافرج ويتنج او الويتنج تايم تبع كل باسنجر، لانه هو كل باسنجر الباسنجر راح يحطه زي ما هو. وجدت انه الباسنجر الاول هذا بيستنى 5 ثواني، وهذا بيستنى 7، وهذا بيستنى 2، وهذا بيستنى ثانيه. وجدت انه هذا الباسنجر الاخير في الحاله هاي اذا عملت هذه الالوكيشن راح يستنى مثلا 35 ثانيه. وجيت على الحاله الالوكيشن الثانيه وجدت انها بتعطيني مثلا هون 12، هون 13، هون 15، هون 9، وهون 17. هلا لو اجيت اخذت الاهلا بعرف مزبوط معي ولا لا، يمكن يطلع الافرج. المفروض اذا شغلي مزبوط بدي اثبت المثال اثبت لك اياه مزبوط، انه يكون الافرج تبع هدول الخمسه اعلى من الافرج تبع هدول الخمسه. خلينا نجمعهم ونشوف. حد بس مع الاله الحاسبه، 35 و5 هي 40، 40 و1 41، و7 48، و2 50، 50 على 5 اذا الافرج هون 7 سكندز. ناخذ الافرج هون 12 و13 25، 25 و15 40، و9 49، 49 و6 7 56 و10 66، 66 على 5 بيطلع عندي 18.2 13.2 وهي ممتاز، هذا الرقم اللي بدي اياه. لو انت شغال على الافر مزبوط 10، اي وحده هاي 10 50 على 5 اوكي هاي 10. مين راح تعطيك افرج ويتنج تايم اقل لو انت الفانكشن تبعتك هي افرج ويتنج تايم الاول؟ هل هذا سيستم عادل؟ على فكره بتعرفوا شو بصير هون، الباسنجر الاول والثاني والثالث وخصوصا الرابع ما راح يفرح كثير انك انت عملت له يابسه، كان راح ياخذها فور جرانتد ويطلع، مش هيك؟ ما راح يحط لك اعلان شكر بالجريده ولا هاي، مزبوط؟ مين راح يعصب عليك؟ في حين هون هذا ما افرط كثير من الخمسه ل 12 ولا السبعه ل 13، بس هذا نزلنا وضعه حسننا وضعه كثير، اوكي؟ فهون بس الافرج مين اقل؟ 10. ولذلك في واحد كتب بحث قال انه الاحسن انه نركز على الفيرينس، اعمل مينيمايزيشن للفيرينس مش الافرج. الافرج بضيع اشياء كثير، بضيع معلومات كثيره عندنا، وهذا مثال واضح جدا تماما هون، اوكي؟ اذا الاحسن اني يعني يكون في عدل اكثر شوي.